مرحبا في قناتي هبة الشاز. اليوم الحلقة الخامسة من أكلات عالمية رح تكون من الهند. رح نعمل دجاج التندوري الهندي ورح نعمل أرز بنكهة هندية مميزة وصلصة لتشتني. أكلة كتير لذيذة بتنفع للعزايم للأيام العادية. متأكدة إذا جربتوها رح تحبوها كتير. في البداية بذكركم تعملوا سبسكرايب للقناة ويلا نبدأ الوصفة مع بعض. المقادير رح تكون مكتوبة أسفل الفيديو. رح أحتاج لدجاجة وزنها بين 700 جرام وكيلو من غير الجلد، ورح أحتاج لكوب إلا ربع لبن، معلقة كبيرة من الزنجبيل والثوم المطحونين، معلقة صغيرة من صلصة البندورة، معلقتين عصير ليمون ومعلقتين زيت. ورح أحتاج للبهارات التالية: معلقة صغيرة جرم مسالة، ومعلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كركم وكمون وكزبرة، طبعا بالإضافة للملح والفلفل الأسود وصبغة طعام اختيارية. رح أبدأ أحضر الصلصة. رح أنقع فيها الدجاج أو خليط التتبيل. رح أحط اللبن والصلصة، الثوم والزنجبيل المطحون ناعم، عصير الليمون والزيت، ورح أحط البهارات كلها مع بعض. بالنسبة لملون الطعام رح أحط نقطتين من ملون الطعام الأحمر وهي اختيارية. رح أحرقهم كلهم مع بعض. رح أحط طبعا الملح والفلفل الأسود، وهيك صار عندي خليط التتبيل جاهز. طبعا لازم يكون عندي ناعم وما في كتل، خاصة اللبن، فلازم هيك أخفقه منيح، وهيك صار عندي الخليط جاهز. بالنسبة للدجاج لازم يكون بدون عظم. طبعا هاي الدهون البسيطة اللي بتكون على الدجاج يفضل انه نتركها لحتى ما يطلع عندي دجاج كتير ناشف لانه بدون جلد. هلا باستخدام سكين حادة رح اعمل شرحات في الدجاج مثل ما انتو شايفين. رح اشرح كل الدجاج لحتى التتبيلة تدخل عندي في داخل الدجاج ويتنكه كله. رح اسكب التتبيلة اللي عملتها فوق الدجاج، ورح أعمل هيك مساج للدجاج لحتى أدخل التتبيلة يدخل عندي في كل مكان. رح أدخله في الشرحات اللي عملتها، ورح أغطيه وأتركه على الأقل لمدة ساعتين لحتى يتشرب عندي النكهة ويصير عندي طري. بعد مرور ساعتين الفرن عندي حام وجاهز على درجة حرارة عالية حوالي 220. رح أحط الدجاج على الشبك. الشبك طبعا لازم يكون مخصص للشوي، دهنته بزيت لحتى ما يلزق عندي الدجاج، ورح أحطه فوق صينية، والصينية مثل ما أنتوا شايفين حطيت فيها ورقة خبز أو ورقة قصدير مثل ما بتحبوا لحتى السوائل اللي بتنزل من الدجاج ما تنحرق عندكم بالصينية. أنا هون ضعفت الكمية، رح تبلت كمان دجاجة ورح أدخله الفرن. رح ياخد عندي تقريبا من ساعة لساعة وربع. وهلأ رح أعمل الرز. رح أحتاج لكوبين من رز البسمتي. رح أحتاج لهم بصلة كبيرة مفرومة ناعم، معلقة صغيرة من الزنجبيل رح أبرشها، وفلفل حار. البهارات الكاملة رح تكون عندي هيل وورق غار، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الحب. ورح أحتاج للبهارات الناعمة: معلقة صغيرة من الجرم مسالة، ونص معلقة صغيرة من الكاري والكزبرة والكركم، وطبعا لملح وفلفل أسود. في طنجرة على النار رح أحط ربع كوب زيت ومعلقة سمنة للنكهة. رح أنزل البصلة ورح أقلبها لحتى تدبل. إذا ما بتحبوا نكهة السمنة طبعا ممكن تستغنوا عنها، ممكن تكتفوا بالزيت. رح أبرش الزنجبيل، ورح أحط البهارات الحب الكاملة، ورق الغار والهيل والكزبرة الحب. رح أقلبهم لحتى تطلع عندي ريحة البهارات، ورح أحط البهارات الناعمة وكمان رح أقلبها مع الخليط. رح أضيف الرز المغسول، نقعته نص ساعة. استخدمت رز بسمتي مزة، هذا الرز ما بيتكسر، بتحمل عند الطبخ. رح أقلبه شوي مع الخليط. رح أحط الفلفل الحار وطبعا ملح وفلفل أسود، ورح أغمره في المي. رح أخليه يغلى غلوة، بعدين أوطي عليه النار وأتركه لحتى يستوي تماما. وهيك شكل الرز طبعا بعد ما جهز. شوفوا كيف طبعا حبات الرز كيف متناثرة ومش ملزقة مع بعض، وطبعا نكهته كتير لذيذة. رز بسيط كتير بس نكهته كتير روعة، خاصة مع الدجاج التندوري. هلأ رح أعمل صلصة تشتني. رح أحتاج لكوب لبن، رح أحط سن واحد توم، رح أحط ربع بصلة، ورح أحط معلقتين كبار من النعنع والكزبرة، وفلفل حار حسب الرغبة، ملح، ومعلقة كبيرة عصير ليمون. رح أخلطهم كلهم سوا مع بعض، وهذا عندي هو الصوص اللي بيتقدم جنب الدجاج التندوري، صار عندي جاهز. وبعد ساعة وربع الدجاج عندي جهز. أنا شغلت الفرن بس من الأسفل. استخدموا دجاجة حجمها صغير لحتى تستوى عندكم وتضلها طرية. وهلأ لزيادة النكهة رح أحط أدخن الدجاج. رح أحط صحن مغلف بالقصدير، رح أحط فحمة وعليها شوية زيت، ورح أغطيه بسرعة لحتى ينكتم عندي الدخان والدجاج ياخد النكهة وتصير نكهته كأنه فعلا مشوي بفرن التندوري.
وهيك جهزت أكلتنا، سكبت الرز وفوقه قطع الدجاج، زينت برشة من الكزبرة شرحات الليمون، وقدمت جنبها صلصة تشتني اللي عملناها. جربوا هالأكلة، متأكدة إنها رح تعجبكم كتير. اعملوها في جمعاتكم، طعم تدخين الدجاج، طعم الرز رائعة كتير. بذكركم تعملوا سبسكرايب للقناة، وبتمنى هالفيديو يكون عجبكم، استمتعتوا واستفدتوا منه.